like a Hellcat. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محل 9 ميل الأسلحة، والنهاردة جايين في مقارنة جديدة ما بين سلاحين جداد. السلاح الأولاني اللي معانا هنا هو من شركة بلو، حلو، هو سلاح بلو تي ار 9002. تمام، السلاح بيبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده كده، هو ده سلاح بلو تي ار 9002. السلاح التاني اللي معانا هو سلاح رتاي بي تي 23، ادي اهو سلاح رتاي بي تي 23، بيبقى بنفس المنظر ده كده برضو، حلو. طيب تعالوا بقى كده نقارن ما بين السلاحين. الاول هنتكلم على الماركه، ماركه رتاي وماركه بلو. تقريبا الماركتين حاجه واحده، مفيش فرق بينهم كبير، الماركتين تركي، الماركتين من الاشهر الماركات الموجوده في السوق. الاثنين تقريبا يعني بياخدوا حسبه 8 من 10، حلو. لو احنا هنقيمهم تعالوا بقى نقارن ما بين السلاحين. في الاول هنتكلم عن الشكل العام. الشكل العام هنا للبلو تي ار 9202 فهو شبه البريتا 92 الحي بالظبط، شبه البريتا 92 الحي بالظبط، حلو. وبالنسبة للرتاي بي تي 23 فهو شبه موديلات التورس والبريتا الجديدة اللي نازلة مع الداخلية، شبه موديلات التورس والبريتا الجديدة اللي نازلة مع الداخلية، حلو كده. فبالتالي احنا مش هنفضل حاجة منهم على حاجة في موضوع الشكل، الاتنين شبه الحي كويس جدا. هنتكلم بعد كده عن العيار، الاتنين عيار 9 ملي، نقط ضرب الاتنين بيضربوا فردي سحب سريع، حلو. بعد كده هنيجي نتكلم عن الشاكوش. الشاكوش هنا في البلو تي ار 9202 في شريحة صلب، فده بيزود من عمر الشاكوش وبيخلي عمر الشاكوش اقوى وعمره الافتراضي اطول، سوري، والشاكوش بيبقى اقوى، بيزود من المتانة بتاعته، فبالتالي دي ميزة في البلو تي ار 9202. طيب والبي تي 23، البي تي 23 الشاكوش بتاعه ما فيهوش شريحة صلب، بس هو من الشواكيش القوية جدا، بس كمان الشاكوش بتاعه داخلي، وهنا البلو تي ار الشاكوش بتاعه خارجي. في ناس ما بتحب الشواكيش الداخلي وبتفضل الخارجي اكتر، فبالتالي هنا البلو هيبقى متفوق اكتر لان هو فيه شريحة صلب ولان الشاكوش بتاعه خارجي مش داخلي، حلو. بس هل ده يقلل من الشاكوش بتاع البي تي 23؟ لا، هو الشاكوش بتاعه قوي جدا وبيستحمل كويس جدا وما بيحصلش فيه مشاكل، بس هي حاجات بسيطة كده بنفرق بينها، فالبلو هيبقى أحسن فيها. طب نتكلم بعد كده عن بيت النار. بيت النار في الرتاي بي تي 23 واخد نانو، حلو، فبالتالي هو مستحيل يحشر طلق. بيت النار بتاعه واخد نانو فهو مستحيل يحشر طلق، حلو. طب وفي البلو برضو البلو تي ار 9202 بيت النار بتاعه واخد نانو فهو مستحيل يحشر طلق، حلو. فهنا مفيش تفضيل منهم حاجة على حاجة. بعد كده هنتكلم عن الماسورة. ماسورة السلاح فضي مع اللون الشامبين، الماسورة فضي مع اللون الزيتي، الماسورة فضي مع اللون الاسود كله، برضو الماسورة فضي. هي ماسورة قوية جدا، السمك بتاعها كبير، الطبة بتاعتها خارجي زي ما انتم شايفين كده، هي ماسورة كويسة وقوية جدا. طب وبالنسبة للرتاي بي تي 23 الماسورة برضو بتاعته لونها فضي، حلو، ماسورته فضي بس ماسورته اوسع حبتين كده من البلو، الطبة بتاعته داخلي، فبالتالي هو من الاسلحة اللي تبان شبه الحي اكتر عشان الفتحة الواسعة دي تخليها شبه الحي اكتر، والماسورة بتاعته سمكها كويس وقوية جدا. فهنا انا لو هفضل فانا هفضل ماسورة الرتاي بي تي 23 على البلو تي ار 9202. بعد كده بعد الموضوع الماسورة هنتكلم عن رد الفعل، حلو. رد الفعل في الاتنين متوسط تقريبا، يعني زي بعض، مفهومش فرق كبير. الاتنين من الاسلحة اللي انت بتضرب يعني هتحس برد فعل كده كويس في ايديك، مش عالي ومش قليل، ده في السلاحين فما فيش تفضيل بينهم. طيب بعد كده هنتكلم عن التعديل. السلاحين ما بيتعدلوش،
ولا الريتاي بي 23 ولا البلو تي ار 9202 بيتعدلوا. السلاحين بلا استثناء ما بيتعدلوش، ومحدش يحاول يعدلهم عشان هيبوظوا. طب بالنسبة للترخيص، تعالوا كده نمشي ورا الترخيص واحدة واحدة. ادي الماركة ريتاي، ادي الموديل بي تي 23، ادي العيار 9 ملي، وادي السيريال نمبر حلو، ومش عليه بلد المنشأ، فبالتالي السلاح ده ما بيترخصش. طيب والبلو، ادي الماركة بلو، ادي الموديل تي ار 9202 حلو، ادي العيار 9 ملي بي كي، وادي السيريال نمبر، وادي بلد المنشأ ميد ان تركي، فبالتالي السلاح ده بيترخص. يبقى هنا البلو متفوق على الرتاي في نقطة الترخيص. طب والعمر الافتراضي؟ العمر الافتراضي للسلاحين طويل، العمر الافتراضي للسلاحين كويس جدا، تقريبا هو العمر الافتراضي بتاعهم واحد. الاتنين من الأسلحة اللي بتستحمل معاك ضرب وبتستحمل معاك شغل وأسلحة كويسة. حلو، خلونا نتكلم بعد كده عن حجم الخزنة. حجم الخزنة هنا في البلو هي خزنة 16، حلو، معروفة بيها شركة بلو الخزنة 16. أما في الرتاي فهي خزنة 14 طلقة، حلو، نفس الرأس الحمراء اللي معروفة بيها شركة رتاي، هي خزنة 14 طلقة بس. حلو، بعد كده هنيجي بقى نتكلم عن الأمان. خليني كده أوريكم الأمان بتاع البي 23 الأول. الأمان بتاعه جديد، أمان ناحية واحدة كده، أنا مأمن كده، أنا فكيت الأمان وهشتغل عادي. حلو، طيب وفي البلو، في البلو الأمان قديم اللي هو أمان ناحيتين، ناحيتين بينزلوا مع بعض وبيطلعوا مع بعض. بس الأمان القديم ده فيه مشكلة، إن لو مفتاح من دول نزل من غير التاني السلاح هيحشر معاك ويحصل فيه مشاكل. فبالتالي الرتاي هنا متفوق في نقطة الأمان، لأن هو أمانه جديد، أمان ناحية واحدة يطلع معاك بكل سهولة. كده أنت شلت الأمان، كده أنت مأمن، فالأمان الجديد ده أسهل كتير وأحسن كتير. حلو، في نقطة كمان بقى في نقطة الأمان في البي تي 23 والبي تي 24، وهو نقطة المفتاح ده. حلو، المفتاح ده هو بتاع أمان برضو. في ناس تحط المفتاح وتقفل وتبقى مأمنة، بعد كده يجي يشد اجزاء وهو مأمن وينسى ان هو حاط المفتاح، او يضرب فيلاقي المفتاح اتفرتك والسلاح حصل فيه مشاكل والدنيا اتبهدلت. فلازم يا جماعه ناخد بالنا من نقطه المفتاح ده. ده مش عيب من الشركه، ده عيب من الاستخدام بتاع الناس، ان انت تحط المفتاح وتقفل بعد كده تنسى وتضرب ولا تشد ولا بتاع. ده غلط، هتفتح هتفرتك المفتاح وهتفرتك السلاح والسلاح هيحصل فيه مشاكل. فانت لازم تاخد بالك لو انت هتستخدم مفتاح الامان ده. حلو، بس بالنسبه بقى للتقييم العام بين الاثنين، والله الاثنين من الاسلحه كويسه جدا، شبه الحي كويس جدا، عيارهم واحد، الشاكوش بتاعهم كويس. هنا طبعا الشاكوش فيه شرح صلب وهنا لا، هنا الشاكوش خارجي وهنا داخلي، فاحنا لازم برضو نفرق بين الحاجات البسيطه دي. واحنا دلوقتي قلنا لكم مميزات هنا والمميزات هنا والعيوب هنا والعيوب هنا، وانتوا لو احتجتوا اي حاجه تقدروا تكلمونا على الواتساب او ترسلونا على رسائل البيج او تكتبوا لنا هنا في الكومنتس، ويا ريت تعملوا لنا شير ولايك كده عشان الدعم ده بيفرق معانا جدا، وشكرا ليكم. Like a Hellcat.